في إطار استكمال تنفيذ مشروع إعادة تشغيل المجمع الصناعي راس النوف من جديد، وبالرغم من كل الظروف يستمر قسم اللحام بالورشة المركزية في تنفيذ معظم الأعمال المهمة داخل المجمع الصناعي، حيث تقترب الشركة من موعد إعادة تشغيل مصنع الإيثيلين، وتعتبر هذه المرحلة الثانية من خطة إعادة تشغيل المجمع الصناعي بعد أن اجتازت الشركة المرحلة الأولى بنجاح وتمكنت من إعادة مصنع البولي إيثيلين إلى العمل من جديد حتى وصل لمرحلة الإنتاج الفعلي، لتجني ثمار هذا النجاح الذي ساهم في توفير مادة البولي إيثيلين في السوق المحلي.